الشكاين. قلت لهم سيدي هذا ملك البلدية، هذا ما يمكنش. قال لك لا خص تخلص الكرة، خص تخلص السمك. هما كاريين السوق الأسبوعي، سمعت؟ هما كاريين السوق الأسبوعي، سمعتني ولا لا؟ وقال لك هذه هذه البقعة هذه ديال الآخر ديال البلدية، في ملك البلدية، وجايين هنايا وزايدين على الناس. شدي كيقول له جوج درهم، هو عنده في الطريف درهم، وكيقول لك خصك تخلص هنايا، وهو كاري السوق الأسبوعي، هو ما كاريش هاد البلاصة. احنا ولاد العيون وكبري في العيون. عاش الملك، عاش الرايه الحمراء، عاش الملك. يلا امشي عند الناس، يلا امشي عند الناس. اهلا وي خالد، ولي راه واقع ماشي زقا في السوق، راهم جاو للبلديه صحاب الغنم، صحاب الغنم وصحاب هذاك، راهم جايين يشوفوا الراس. ولي جيت راهم جيت للبلديه على الجهه بلي الدجاجة كنخلصو عليها درهم، واللي ما عندوش درهم في جيبه يحط الدجاجة على برا. هذا منكر هذا صاحبي. الدجاجة يخلصو عليها درهم، اللي ما عنديش درهم يخليوني برا للسوق. علاش هذا ماشي منكر هذا؟ ثلاثة خلصوا علينا جوج دراهم المعزة، الطريف غير درهم، وما خلصوا علينا جوج دراهم، ماشي حق. ماشي قانون. ماشي قانون هذا. راه القانون راه حنا نخلصو بصح ما تزيدوش علينا. الزيادة راه ماشي مزيان. غير الشفيرة. راهم تا يشفروا عباد الله، راهم يشفروا حتى بعضياتهم. راهم تا يديو الفلوس ما يعطيوش الورقة لعباد الله. كيجمعوا. كيشفروا. غير عباد الله كيجمعوا لها باش يشري العين. رينو ب 40 مليون، وهذا الشيء في السي بي اس وفي المغرب كامل، والسويقات نتاع المغرب كامل. الى غير هذه السويقه من السويقات نتاع المغرب غادي نتحرموا منها، ما نعرفش. شادين وجده، شادين كرسيف، المنطقه الشرقيه كامله، وكل شيء كنتخلصوا في هذا الشيء. هذا سيدنا يدير لنا البلبل. علاش عندنا مشكل معاه دائما؟ راه 30 درهم عاد كان دائما ما باغيش يخلص. هذا السيد، هذا السيد ما كيبغيش يخلصنا. درنا البلبل ما كاريين بالسي بي اس ديالنا، بكناش التحملات ديالنا، كنخلصوا القوانين ديالنا وكنستخلصوا في هذاك الشيء. المغرب كامل، المغرب كامل، هذه هي كامل. اي مدينه فيها السويقه او اي مدينه كتكره هادشي اللي كاين. نعمل باقي عاد نسلو على 30 درهم تاع الاسبوع اللي فات، في الاسبوع العمومي تاع السوق. دخل ديريكت وكيتبعتو قال لي واخا واخا، وهكا نفس الشيء ديما. كل سوق خصو يدخل فوضى، وخصو السلطات المحليه تاخذ معها الاجراءات اللازمه. شحال من مرة هكا كنجي للباب تاع السوق نقول له خلصني ولا شي حاجة، ديما كيقول لك النص تاع الثمن، ولا كيهبط عاد تحت النص تاع الثمن ويخرج السواقة من الداخل حتى لبرا. شحال من مرة حتى كنسد له الطريق هكا بالكرسي المتحرك عاد باش كيخلص. إلا ما نروحش الفوضى ما يخلصش ديما رسمي، سواء في السوق الأسبوعي سواء هنا فين ما. البارح نفس الشيء وقع لنا بعد
نفس الشيء. عبلاج بلا سيدي هذا.